مشاهدينا اهلا بكم. حسب نتيجه الثانويه العامه بعد بعض يتفاجؤون بتغيير درجاتهم، التعليم العالي يصدر بيانا لتوضيح الامر وعقاب المتسببين في ذلك. فماذا يحدث في نتيجه الثانويه العامه لهذا العام؟ القصه كامله من خلال هذه التغطيه. فرحة وحيرة شعور به الطلاب، بعض طلاب الشعب العلمية بالثانوية العامة لهذا العام، بعدما وجد بعض الطلاب إضافة درجتين إضافتين للمجاميع في النتيجة، حيث هذا ما زاد الأمر حيرة أكثر بين الطلاب. هو حذف وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة من على موقع الوزارة اليوم بعد مرور أسبوع واحد على ظهورها، ومن بعض المنشورات التي أثارت حالة من الجدل بالشأن النتيجة من الطلاب. كتب الطالب محمد علي الشيخ على جروب دفعة التابلت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شباب أنا لقيت درجتين زيادة في موقع تنسيق، أكتب رغبات على كده ولا هتحصل مشكلة؟ وقال عبد الرحمن أيمن أيضا: فتحت موقع التنسيق علشان أكتب الرغبات، لقيت فيه درجتين زيادة في المجموع، مش عارف ده خطأ بقى ولا إيه. وكمان قالت الطالبة تغريد محمد عبر جروب ثالثة ثانوي 2025: جماعة أنا مرحلة أولى ودخلت سجل التنسيق، لقيت درجتين زيادة، هل دول درجتين الفيزياء ولا ده غلط في التنسيق؟ أعمل إيه علشان ما يحصلش مشكلة أو علشان مش عارفة؟ كمان قالت الطالبة صفاء حسن ميكي: وإحنا كمان فتحنا لينك المرحلة الأولى، لقينا المجموع زايد درجتين، فصدى البلد كشفت عن سبب حذف النتيجة، حيث علم أن سبب حذف نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 من على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تعديل درجات الطلاب وتعديل مجاميعهم بعد قرار إضافة درجتين للفيزياء، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا القرار أو أصدرت بيانا منذ قليل لتوضيح الأمر. وقالت خلاله: في إطار ما تم تداوله حول زيادة درجات نتيجة بعض الطلاب الثانوية العامة وخصوصا الشعب العلمية، أوضحت الوزارة أنهم من منطلق حرصها على مصلحة الطلاب وحصولهم على حقوقهم كاملة اتخذت عددا من الإجراءات فيما يتعلق بتصحيح امتحان مادة الفيزياء. الجدير بالذكر أنه قد قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد إحالة اللجنة المسؤولة عن مراجعة الامتحان ونموذج الإجابة بعد سحبه من بنوك الأسئلة بالكامل للتحقيق بصفة عاجلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وزارة التربية والتعليم نظرا لعدم تحري الدقة في نموذج الإجابة. وأكدت أيضا أنه وزارة التربية والتعليم أكدت أن كافة ما يتم تداوله أو ما ورد من إجراءات اتخذتها على مدار الأيام الماضية وقد أعلنت عنها بالفعل بمنتهى الشفافية والدقة، تأتي في إطار حرصها ومسؤوليتها الأصيلة على حصولها للطلاب على كافة حقوقهم كاملة. وكان قد كشف بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عن صور ترصد تغير مفاجئ في نتيجة الثانوية العامة وأيضا إضافة درجات للطلاب زيادة، وهي درجتين للشعب العلمية على موقع تنسيق الجامعات دون ذكر هذه الدرجات الإضافية في رابط نتيجة الثانوية العامة. وبالفعل قد كشفت الصور عن تغير نتيجة أحد الطلاب ليتفاجأ بأن مجموعه على موقع تنسيق الجامعات لعام 2024 أصبح 381 بعد أن كان مجموعه على رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2024 كالتالي 379. كما كشفت الصورة الثانية أنه فوجئ بالفعل بأن مجموعه أصبح 372 على موقع تنسيق الجامعات لعام 2024 بعد أن كان على رابط نتيجة الثانوية العامة كالتالي كما وضحنا 379. مشاهدينا هذه كانت أبرز التفاصيل، القصة الكاملة لحذف نتيجة الثانوية العامة وزيادة درجتين لكل طلاب الشعب العلمية وخصوصا لامتحان الفيزياء. ما زلنا بنتابع مع حضراتكم كل جديد، وبنشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.